كابتن عصام علاء حبيبي حبيبي شخص، يعني انا بحبك شخصيا، انا عصام والله ليك كبير جدا ولعيب مميز جدا، وكنا مفتقدينك في الفتره اللي فاتت يا عصام، وفرحانين جدا بوجودك وتواجدك القوي جدا مع المنتخب. حاسين المنتخب ابتدى يلم كل رجالته تاني زي ما بيقولوا، نجوم المباراه الشهيره طبعا ايطاليا، منتخب كبير جدا بطل اوروبا زي ايطاليا، وفرحه كبيره اللي احنا كنا عايشين. في ترابط بينكم يا عصام، يعني في روح كده انا بشوفها ما بين اللعيبه جوه المنتخب، هل الروح دي سريعه من الجهاز؟ يعني كابتن هشام وكابتن نادر اول حاجه هم يعني عاملين الكلام ده عشان الجهاز جهاز، يعني حاجه معاك وتحس ان انتوا اسره وكده، الكلام ده طبعا في اي حاجه كابتن هشام ما بيخلوش في فرق بين الكبير والصغير، كلنا كلنا طبعا قبل ما يكون في المنتخب كلنا بنلعب في انديه، كلنا في حياتنا دايما في التقسيمه تلاقينا كلنا قريبين من بعض، كلنا على ارض واحد، مفيش هزار، مفيش حد بيتخانق مع حد، مفيش حد بيزعل من حد، في تجانس، في تجانس والاعمار كلها يعني قريبه من بعض، يعني مفيش حد حد كبير، كلنا واحد. معسكر الامارات بكره مسافرين ان شاء الله باذن الله، ربنا يرجعكم ويرجعها ترجعوا لنا بالسلامه، يعني عشان مش انا مش عارف اتكلم. شايف المعسكر ازاي يا صاحبي؟ والله المعسكر ماشي الحمد لله، وفي غيابات كتير، في ناس جايه كتير، بس الحمد لله انا جايبها كلهم الحمد لله ان شاء الله. فريق الامارات فريق كويس. اه جدا، فرقه كويسه، والعمال كلهم صغيرين وبيلعبوا معاهم كويس. اه هم بيتمرنوا كويس، والفرقه بتطور. كاس العالم بقى، كاس العالم 21 حاجه تانيه ان شاء الله باذن الله. نعمل طموح كبير على الارض ان شاء الله باذن الله. يعني المهم من دلوقتي قبلها بسنه هو اول ما صعدنا من افريقيا جاهزين لكاس العالم ان شاء الله زي 2016 ان شاء الله. نرد على كل الناس، كل الناس منتخب مصر، كل الناس اللي بتتكلم وكل الناس اللي بتنقد ان شاء الله هنرد عليهم في 2020. سعداء بيك يا عصام والله، وتواجدك طبعا مع منتخبك المكان بتاعك ان شاء الله.